إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك مع الدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد، ونائب مدير برنامج زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. الفطر الأسود، الفترة الأخيرة ناس كتيرة بقت تتكلم عن الفطر الأسود. إيه هو الفطر الأسود؟ وإيه طبيعته؟ وبيعمل إيه؟ أعراضه إيه؟ وبيتعالج إزاي؟ والوقاية منه إزاي؟ الفطر الأسود ده فطر موجود حوالينا كلنا عادي من زمان، مش حاجة جديدة ولا حاجة. بيسموه فطر انتهازي، من الميكروبات الانتهازية اللي بتنتهز فرصة إن حد تكون مناعته ضعيفة وتدخل جسمه وتصيبه في الأغشية المخاطية والجلد، زي أغشية الأنف والعين، جلد الوجه، وتعمل فيهم التهاب شديد. خطورته إن المنطقة دي قريبة من المخ، يعني ممكن الالتهاب ده يوصل لنسيج المخ. الفكرة إن المرض ده نادر جدا، ومفيش خوف من العدوى منه من شخص لشخص زي الكورونا، لأنه مش هيصيب إلا اللي مناعته ضعيفة وضعيفة جدا بسبب مرض معين عنده قلل مناعته، أو الشخص اللي عنده مشاكل مرضية مزمنة كتيرة مخلية مناعته ضعيفة، أو اللي بياخد أدوية مثبطة للمناعة، أو بياخد علاجات قوية وجديدة زي العلاج الكيماوي بتاع الأورام. يمكن عشان كده ظهر الأيام دي مع الكورونا، لأن مع الكورونا بقت الناس تستخدم الكورتيزون حتى من غير ما يكتب الدكتور، والكورتيزون ده دواء مثبط للمناعة، مثبط قوي جدا للمناعة. كمان بقت الناس تاخد المضادات الحيوية مع الكورونا وبجرعات عالية من غير أي داعي. ضيف على كده كمان إن فيروس كورونا نفسه ممكن يضعف المناعة شوية. كل العوامل دي هي اللي خلت الفطر الأسود يظهر دلوقتي على الساحة في حياتنا في مرضى الكورونا. أهم حاجة في التعامل مع الفطر الأسود هي العلاج المبكر، لما يكتشف بنعمل حاجة اسمها التنظيف الموضعي للأنسجة اللي هي الخلايا المصابة من الأنف، وبعد كده بنكمل العلاج بمضادات للفطريات لمدة كام أسبوع. أهم حاجة إنه يتعالج بسرعة، يعني لازم يتعالج وهو في مرحلة لم يتخطى الأنف، لسه في مرحلة ما عداش فيها الالتهاب إلا في الجيوب الأنفية فقط، يعني ما انتشرش خارج الأنف، قبل ما يوصل للعين، قبل ما يوصل للمخ وللدم، لأنه لو وصل للعين ممكن يعمل فيها مشكلة كبيرة تصل إلى فقدان البصر، لو وصل للمخ، لنسيج المخ يعني، ممكن يعمل مشاكل زي الجلطات. فأي حد مصاب بفيروس كورونا يحس بأعراض غريبة، صداع شديد في جانب واحد من الوجه، يعني يشعر بالتهاب في الجيوب الأنفية، أعراض التهاب الجيوب الأنفية خاصة لو في ناحية واحدة، يتوجه فورا لطبيب متخصص في الأنف والأذن، وهو هيقدر بالفحص، وممكن يحتاج يعمل منظار للأنف، وممكن يحتاج عينة من المكان المصاب، يقدر يحدد بالحاجات دي إذا كان عندك إصابة بالفطر الأسود ولا لا، ويقدر يبدأ العلاج بدري وتنتهي المشكلة بسلام. دمتم سالمين. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد، ونائب مدير برنامج زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. وإلى اللقاء ومعلومة جديدة لصحتك.